اليوم المغرب مثلا تقطع علاقتها مع إيران من أجل يعني أنها تتقارب مع الخليجيين وتتقارب مع الغرب، فيما الجزائر حافظت على العلاقة مع إيران، لكن إيران لا تعترف بجبهة البوليزاريو. يعني تشوف ضعف الدبلوماسية الجزائرية في استغلال هذه المواطن من أجل يعني تكريس يعني النجاحات الدبلوماسية. اليوم نعاود نولي نقول أنه الملف في العهدة الثانية سيدفن نهائيا، هذا الملف إذا وصلنا بنفس الديناميكية، لأنه اليوم رانا في قطيعة مع المغرب، الحدود مغلقة، العلاقات منقطعة مع إسبانيا، العلاقات التجارية معلقة، راح ندخل في صراع مع فرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية استطلاعات الرأي تقول عودة ترامب وإذاعة ترامب هو أكثر الناس تحمسا لمغربية الصحراء. يعني كل هذا يدفع علينا أنه أننا أمام يعني عهدة ثانية ستكون عهدة إنهاء هذا الملف لصالح المغرب، وهو شيء في مقابل الجزائر ضحات كثيرا من أجل هذا الملف، قدمت كثير من أجل هذا الملف، خسرت أموال طائلة من أجل هذا الملف، خسرنا مصالح الجزائر من أجل هذا الملف، ثم يأتي هؤلاء في نهاية المطاف باش يخسروا الجزائر والدولة الجزائرية. وهذا خونا شحال حاقد الله الله الله، وماشي كيقول هادشي كرهان في النظام ديالهم، وانما ما راضيش وما عجبوش الحال ان المغرب ينتصر دبلوماسيا على الجزائر، وقال كاع دوك الانتصارات اللي درنا شحال هادي اش من انتصارات درتو، هو انهم كانوا كيخلصوا اموال على دول وكيعطيو رشاوي لدول باش يعترفوا بالبوليزاريو، هادو هما الانتصارات ديالهم. قال كاع دوك الانتصارات اللي كنا حققناهم ها هما جاو اليوم المغرب وضرب لنا كلشي في الزيرو، كاع ديك الاموال اللي خسرنا ضربها لنا في الزيرو، وخدا هو اعترافات ديال دول كبيره وقويه بحال الولايات المتحده الامريكيه، المانيا، اسبانيا، فرنسا وجميع دول الخليج، وحنا عندنا اعتراف اونس، عندنا تونس ونص من ليبيا. السيد ما عجبوش الحال لان المغرب انتصر دبلوماسيا على الجزائر، خصوصا وانه كيجيب اعترافات ديال دول افريقيه عربيه اوروبيه وما كيديروا حتى شي حساب لدوله الجزائر. حتى من البريكس اللي كانوا فيه غير الحلفاء ديال الجزائر ما قبلوش العضويه ديالها، وزادوا من الفوق قالوا لها بانك دوله بدون وزن بدون قيمه، وهاد البلاصه ماشي ديالك سيري لعبي لها. هادشي اللي مخلي هاد خونا حاقد ومغلغل من جهه المغرب. فنخليكم مع الفيديو وركزوا مزيان كيفاش كيتكلم عن المغرب، خليكم مع الفيديو كيف العاده، ما تنساوش لايك خلونا الراي ديالكم التعليقات. ننتظر رد الوزارة الخارجية الفرنسية على هذا البيان، لأنه خاصة أنه وزارة الخارجية ليس مثل الجزائر هي يعني تخضع للمساءلة الصحفية وحتى داخل قبة البرلمان. سنستمع لماذا ستقوله وزارة الخارجية، هل سيكون هناك اعتراف بسيادة المغرب على الإقليم الصحراوي أم أن هذا الأمر سيبقى محل أخذ ورد. إذا كان يعني المسألة تراجعت عنها فرنسا فستكون كضوء أخضر لهذه الزيارة، لكن إذا أعتقد ذهبت فرنسا إلى هذا الإعلان ستكون هناك محطة أخرى من القطيعة. لكن الإشكال الآن اليوم لدى صانع القرار هو في الملف الصحراوي، هذا هو الإشكال. إذا كان اليوم المحيط الذي يعني كان على الأقل محايدا انتقل من الحياد إلى دعم الخطة المغربية، وكلها دول يعني وازنة ومنها من لها مقعد دائم، يعني نتحدث على فرنسا والولايات المتحدة لديها موقع يعني مقعد دائم في مجلس الأمن، نتحدث على دول الخليج وكل الدول العربية باستثناء تونس ونصف من حكومة ليبيا يعني حكومة طرابلس، يعني هذه هي الأطراف اللي اليوم ما زالت أيضا تأخذ بعض الحياد وهي دول ضعيفة وليس لها أي تأثير. حتى في موضوع التوقيت أشرت إلى طبعا موقف الدول الكثير من الدول العربية خاصة الخليجية التاريخية معروف مع المغرب، ولكن مصر كانت بالعكس دعمت الجزائر في حرب الرمال. بدأ لافتا أنه أثناء زيارة تبون إلى مصر حينها وزير أو سفير مصر في المغرب كان أطلق تصريحا بدون مراعاة حتى للجزائريين للضيوف بين قوسين الجزائريين أنه مصر مع السيادة مع الوحدة الترابية المغربية. نفس الموقف عبر عليه الإخوة في العراق والإخوة في سوريا، يعني هي مواقف
رغم أن الجزائر دعمت العراق في محنته يعني أيام الحصار، ولكن كما قال الأخ حنا ندير واحد السياسة مش سياسة مصالح، حنا سياسة مبادئ وأخوة، وهذا لا ينفع في الزمن اللي رانا عايشين فيه. اليوم المغرب مثلا تقطع علاقتها مع إيران أي من أجل يعني أنها تتقارب مع الخليجيين وتتقارب مع الغرب، فيما الجزائر حافظت على العلاقة مع إيران، لكن إيران لا تعترف بجبهة البوليزاريو. يعني تشوف ضعف الدبلوماسية الجزائرية في استغلال هذه المواطن من أجل يعني تكريس يعني النجاحات الدبلوماسية. اليوم نعود نولي نقول أنه الملف في العهدة الثانية سيدفن نهائيا هذا الملف إذا وصلنا بنفس الديناميكية، لأنه اليوم رانا في قطيعة مع المغرب، الحدود مغلقة، العلاقات منقطعة مع إسبانيا، العلاقات التجارية معلقة، راح ندخل في صراع مع فرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية استطلاعات الرأي تقول عودة ترامب وإذا عاد ترامب هو أكثر الناس تحمسا لمغربية الصحراء. يعني كل هذا يدفع علينا أنه أننا أمام يعني عهدة ثانية ستكون عهدة إنهاء هذا الملف لصالح المغرب، وهو شيء في مقابل الجزائر ضحات كثيرا من أجل هذا الملف، قدمت كثير من أجل هذا الملف، خسرت أموال طائلة من أجل هذا الملف، خسرنا مصالح الجزائر من أجل هذا الملف، ثم يأتي هؤلاء في نهاية المطاف باش يخسروا الجزائر والدولة الجزائرية. ولهذا أقول وأكرر أنه على العقلاء داخل النظام السياسي الجزائري وهو موجودين وقف هذا الانحدار، لأنه غير مقبول أننا نتلعب بمصالح تاع دولة جزائرية وعمل تاع دولة جزائرية تاع 50 سنة تلعب به مجموعة تاع الهواة اللي راهي موجودة اليوم. لكن في المقابل بالعكس كنا نسمع شنقريحة يتحدث عن هو مجلة الجيش تشيد بالإنجازات الدبلوماسية وتدعم طبعا العهدة الثانية واستمرار هذه الإنجازات مع تبوني العهدة الثانية. والله يقول وش يحب، الواقع شيء وهو يقول وش يحب. أنا عندي واقع، الواقع تاعي هو 1 2 3 4 5 نحطه بالنقاط. كل دولة من حلفائنا من روسيا والصين اللي اليوم تخلوا على الجزائر وراهم يستثمروا في مصر ويستثمروا في المغرب ب6.4 مليار دولار، من روسيا اللي راهي اليوم جابت لنا الفاغنر على حدودنا وجابت انقلابات اللي ولاو يعملوا ضد الجزائر. نتحدثوا على اسبانيا اليوم راهي معترفه، الولايات المتحده الامريكيه، فرنسا، العرب، يعني وش بقى للجزائر اليوم؟ وش بقى للجزائر في هذه العهده؟ الجزائر طبعا الذي يسمع سنوات. على ذكر فرنسا على ذكر سنوات دمرت الدبلوماسيه الجزائريه، انتم شيدوا على بان عندكم مصالح شخصيه. أما أنا ما عنديش مصلحة شخصية، أنا عندي مصلحة بلادي ومصلحة الدولة الجزائرية هي اللي ندافع عليها وهي اللي نقول عليها الكلمة كما يجب أن تقال بعيدا عن المصالح الشخصية. أما من له مصلحة شخصية فهم يمجدون النظام السياسي كما مجدوا بوتفليقة الذي كان يجلس في, 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 في مقعد لا يتكلم ولا يتحدث. هذو الناس نفسهم من نفس الطينة، عندهم مصالح شخصية يدافعوا عليها، أما نحن فندافع على الدولة الجزائرية ومصالحها العليا. أشرت إلى فرع إلى الولايات المتحدة، بالعكس الخطاب كذلك أنه الإبراز أنه تبون يستقبل رئيس الأفريكوم في الجزائر، ونتابع هذا الإبراز مثلا من الصحف الجزائرية. المجاهد الألجيري تنبيك كونت، الخبر الجزائر لها دور ريادي في تحقيق الأمن والاستقرار بالساحل الإفريقي. الإكسبريسيون شنغريحة بلاد لو ريسبي ميتويل. المساء الجزائر تلعب دورا محوريا في تحقيق أمن واستقرار المنطقة. الشعب دور محوري للجزائر في تحقيق الازدهار والاستقرار في المنطقة. لو كوري لو بريزيدون تبون رسوا لو شيف دافريك. أليس السؤال ربما أيضا المحوري في هذا النقاش، وأنت قلت بأنه العهدة الأولى كانت انتكاسة تخصى أن تكون مزيد من انتكاسات من العهدة الثانية في هكذا ملف بأهميته بالنسبة للجزائر الصحراء الغربية، و أليس الوضع في الجزائر هو الذي يطرح مثل هذه التساؤلات؟ يعني أنه الوضع الداخلي له انعكاس على الأداء الخارجي. القاعدة بسيطة، لتكون لديك سياسة خارجية قوية يجب أن تتكئ على وضع داخلي مستقر وعلى اقتصاد قوي وعلى أجهزة الدولة تكون موحدة، وهو ليس هذا واقعنا اليوم. حتى الحياة السياسية قتلت في الجزائر، حتى انتقاد الوضع في الجزائر تم قتله،
حتى النخب التي كانت على الأقل تساعد صانع القرار في اتخاذ القرار تم إبعادها على المشهد الإعلامي والمشهد السياسي. كان هناك عمل ممنهج ليبقى إلا صوت هذه الرداءة الناعق في أذن الجزائريين، والنتيجة هي أنها إخفاقات، وهم عارفين بأنهم في إخفاق، وهم عارفين أن كل شيء مغلوط والأرقام مغلوطة، وأن الواقع اللي راه يعيشوه الجزائريين داخليا وصورة الجزائر في المجتمع الدولي اللي هي أيضا أصبحت اليوم دولة ليس لها أي وزن كما قالها يعني وزير خارجية روسيا، هذا هو الواقع نتاعنا اليوم اللي هم على بالهم به. ولكن أعود إلى نقطة الأساسية وهي المصالح الشخصية، وهي الرغبة في البقاء في السلطة، الرغبة في بقاء هذه الزمرة تحكم الجزائريين خارج المبدأ الأساسي وهو مبدأ الشرعية والعودة إلى الشعب، وخارج مبدأ التنافس السياسي، وخارج مبدأ الكفاءة والوطنية والنزاهة. هذا هما المبدأ تحكم الوحيد، نبقاو احنا في السلطة الباقي لا يهم. فلهذا لا أحد اليوم في الجزائر بعد 5 سنوات شفنا حصة واحدة فيها تقييم للعهدة الرئاسية بين من هو مع ومن مع هو ضد، لأنهم في الجزائر لا يعترضون، يعتبرون الشعب الجزائري جزء من صناعة القرار، هو دائما الشعب الجزائري يتزين الديكور. ولكن إلى متى؟ يعني اليوم هذه الإخفاقات تعري النظام، ولكنها تضر بمستقبل الدولة الجزائرية. حتى ويروح النظام حتى ويتغير راح يخلينا تركة ثقيلة 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 سيصعب علينا تصحيحها في المستقبل. كان هذا هو الفيديو اليوم، كيف العادة ما تنسوش لايك ومن رأيكم تعليقات. ناس اللي مازال ما مشاركوش معنا شاركوا، فعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. شكرا لأي واحد كيدعم المحتوى ديالنا، كيف العادة نشوفوا فيديو جديد ديما مغرب.